فيش لون في السوشيال ميديا الناس بتسب. هذا كله ما يودي ولا يجيب. أحس بالي وايد مشغول يعني خاصة من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وايد تعبني. ما عليك إنهم أنت ناجحة وشي طبيعي إنه يحكوا. يلا قومي أنا ما حضرت لك سربرايز اللي بدك إياه. إيش؟ يلا حضرت لك سربرايز قومي. نوتي تيتا. تيتا بتعرفني كتير منيح. أنا محتاجة أكون مع ناس اللي بتهمني بس. المفاجأة كانت وايد حلوة. تيتا يابت العالم اللي تحبنا واللي أحب أكون وياهم بعد. أمي لمياء وأمها حتى أخوي محمد قبل يبين قدام الكاميرا. يعني تهيألي إنه مفروض يلا جهزنا الحطب. هون هون حطي هون. أيوة على كل الدائرة. زين تعال ساعدني. ما عم يولع. بدنا مساعدة. والله حلو إنه ما في ولا واحد فينا نعرف نولع النار للشوي. وأشوى إن الكرو كانوا موجودين. والله كان أحين هلأ بهاللحظة متنا من الجوع. جو ميشيل جو ميشيل. هيو شكرا شكرا ميشيل. ثانكيو. باللموي فديت راسي والله وانا سويت شذي. بس بس حلا بس. رايي انا ما في احلى من العيله ولمه العيله. هذا بغير نفسيات الاولاد وبغير نفسيه العيله كلها وبقربهم من بعض وبخليهم دائما مجتمعين ويحبوا بعضهم. وخصوصا اللي زي حلاوي مثلا اللي كانت كثير متضايقه من الكومنتس اللي كانت عم تيجي على الانستغرام. فكان فكرة حلوة إنه إحنا ناخدها على البر. نقصنا نجوم نجوم مارشميلو. ما خسرتك أبدا سنحتاجك مثلا وبعد أصلا ما ريدك. أي أعوفك طبعا جروحي منك كثرا. حطت الشغل علينا وهي قاعدة ومرتاحة. كيف مو انت عزمتنا على باربيكيو؟ انا عزمتكم اشتريت كل الاغراض. اللي بيدفع فلوس ما بيشتغل بس بياكل. حلا انا بحب ولدان حبيبتي. نعم اللحمة اللحمة مستوية. شنو ست ليكون انا شيف انا هون. لو احد ناطرني انا اطبخ صدقوني ما حد بياكل. ولدون لكنتم فجأة يهون كل اللي فات. هيوة ها تندرلن درلن درلن. لما صار الأكل جاهز كنا ميتين يوع للآخر. فيك تغيرت أنا بعدك متت والله ما بيها نقام. أكثر شيء بين علي أني مرتاحة مع أهلي وايد. ولما أبتدي أغني ما أوقف بس من أغنية لأغنية. عيلتي أهم شيء في حياتي
أحبهم يحبوني وأحب أقضي وقتي معاهم بعد، أحس براحة لما أكون معاهم، بيضحكوني بيشجعوني بأشياء بشغلي وهيك. حبيبتي تيتا كانت تعرف شو تسوي عشان تشوفني مستأنسة، هي دايما جدي تفهمني وتعرف شنو أبي. سنة آي الكويت عشان أقدم مسرحية، أنا أصلا أحب المسرح وايد مع أن أوقات أشيل هم التمثيل قدام الجمهور. أنا كتير بحب تمارين المسرح، صدق إن التمرين وايد تعب بس تحس رح يصير شيء وايد حلو. وقفي عدلي عدلي ما حدث ما زلت على أمل. I want to feel and hear كل شخص حبيبي. يلا عندنا فرصة أن نكتب لنا نحن القصة. المخرج أستاذ سمير يبين عليه وايد معصب بس والله العظيم انه قلبه وايد طيب. هيدا الاكس تبعكم اسمعوا حدا. من الامور يلي بتعجب كنت وبنبسط فيها اكثر شيء انه حالة ما بتتاخر ابدا على الوقت، ما بتقول اخ مثل ما بيقولوا. دائما عندها الكيوريوزيتي انه شو منيح، شو بغير، شو بعمل، وهذا الشيء بيدل على تواضع اول شيء، وبيدل على بروفيشناليزم لانه دائما بدها تاخذ منك لتقدر تشرج هالبوتنشل اللي هي عندها. كنت وايد خايفه قبل ما اطلع على المسرح، بس اللي شجعني اكثر لما دشوا الاطفال عندي عشان يتصورون وياي، حسيت بشعور وايد حلو ومسؤوليه اكبر. ليلة أول عرض كنت حدي خايفة، كنت قاعد أجرب أتذكر الناس والرقصات في نفس الوقت. بس أول ما طلعت على المسرح حسيت روحي أني جاهزة وعارفة كل شيء. كنا وايد قاعدين نحاتي شنو مستر سمير راح يفكر، راح يعجبه أول عرض ما راح يعجبه أول عرض. افتح قلب العالم ينتظر لعبة لتمر الأوقات الصعبة، تحتاج إلى وجه دمية تضحك بعناد للدنيا. الحلو بحلا أنه شو ما تعطيها دور تبدع فيه. بدي أعطيها نصيحة واحدة أنه ما تستعجل أنه تكبر، لاحق. بعد كل ما حصل، بعد كل ما حدث، ما زلتم على أمل. هلا من الفنانات اللي أنا استمتع في العمل معاها، صوت جميل، كملحن استمتع لما ألحن شيء وتغني، دائما تعطيني الألحان حتى أحلى من ما كنت أتوقع، وهي نجمة فعلا يعني. كنت متوقع ان الشغل يطلع حد بيرفكت وهو طلع بيرفكت. يعني كان شعور وايد حلو، والجمهور، الالوان، كنت حاسه حالي صج لعبه وعم بتحرك، يعني something crazy. حتى وقت اللحظة اللي كان
كل من قاعد يصرف ومستانسين، كل شيء كان ماجيكال. يعني كان شعور يعني ما ينوصف، فأنا كثير انبسطت. لما الواحد يكون على المسرح الشعور يكون يعني وايد حلو، بس لما تيجي لنهايات عروض المسرحية أحس في شيء فراغ يعني من داخلي، ما عارف شلون أوصف لكم. كنت أغني وأمثل في نفس الوقت، ولو أختار بين الثلاث singing, dancing or acting, of course بدون كلام I will go for singing. صداقة وايد مهمة بالنسبة لي، وأنا وايد لايكت أن ما قدرت أحضر عيد ميلاد رفيجتي لميو، وراح أعود عليها. I'm sure of that. أول ما وصلت المجمع عشان أشوف شنو أجيب هدية حق لميو، يعني ذي عيد ميلادها أبي شيء حلو. هلا عنا. هلا حبيبتي، كيفك؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله كل شيء تمام الحمد لله. الله يسلمك يا رب. قولي لي شو تحبي أخدمك؟ أنا حابة أخذ لصاحبتي هدية، أوكي، واليوم عيد ميلادها، فـ I want to get her a nice present، يعني من البست أوبشنز اللي عندكم. جيتي للمكان الصحيح، في عنا ميك أب، عنا عطور، خليني أفرجيكي. أوكي، تحبي أول بلشي بالآي شادو؟ أوه يس شو. عندي مثلا زي هاد، هاي النيو كوليكشن، هاي كتير كتير حلو، في نفس الوقت كمان بيعطي الملمس تبعه. لو تشوفي كيف كل شيء في عود ميلانو يعجبني، واكيد رح يعجبها. انتي شو بتفضلي اكتر شيء مثلا بالنسبة للليبستيك او الماسكارا؟ تحبي هي تحب الحمرة، تحب المات، الليبستيك المات اللي صاير. ياس طيب شوفيها، هذا حلو مات هذا صح؟ اي مات. اوكي حبيت هذا انا. في كمان طبعا عندنا الماسكارا كتير حلوة، لو تحب تجربيها البست سيلر. بست سيلر هذا، هاي فظيعة. واو خليني افرجيكي شيء، هذا جمع كل شيء في هذا من ضمن النيو كوليكشن، نيل بولش، ماسكارا، ليبستيك. الله هاي ست كتير حلو كجفت، واو حبيتها والله. لا راح يد، هي تحب هاللون. تحب بينك. اوكي ناخذ واحد، ناخذ واحد منه. هي تحب المسك. اها انا شميت هذا. يا أها. الله انا باخذ من هذا. اوكي واحد والتبعه بعد مثلا العطر تبعها. ايوه إيه. اوكي ما حابه تشوف البخور؟ البخور حلو. أوه. بعد الله يعني. لا هذا كمان شغلة عن جد amazing، شغلة مش طبيعية. خليني جرب لك إياه، شو رأيك؟ أوكي. هذا اسمه عود الذهب الهندي. شفتي هاي الذهب؟ الذهب حط على الذهب. آه. أوكي هاي عشان تطلع معاكي ريحة تضل أكتر، هاي بتضل معاكي أكبر قدر ممكن من الوقت، وأهم شيء على الذهب بديك تحطيها على الذهب. اميزنج والله. ايش هذا؟ بس والله حلو هذا، هذا عجيب. اميزنج بدي بليز واحد. اوكي تسلمون. اهلا وسهلا وفرصة سعيدة حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. باي باي. لميو از ون اوف ماي كلوز فريندز، واتمنى ما تكون متضايقة مني للحين لان محضرت لها عيد ميلاد. يا رب تي. بس لا والله ماما لسه ما وصلت، ما بعرف وين هي. لا اكيد مو زعلانه ماما، احسها مو زعلانه. اوكي باي. لما لميو تاخرت حسيت انها زعلانه لان ما عيت عليها بمناسبه عيد ميلادها. هاي هاي فيك؟ ما في شيء. ما صدقش فيك. ايش فيك؟ ما في شيء. شنو طلبتي؟ يا
خير حبيبتي. لموي ايش فيك؟ مو في شيء. سويت روحي لازم تنرفزها منها وكذي انه لازم ما تعرف انها اليوم عيد ميلادي وكذي عبرينا نسعد. لم يكن قاعد تنرفزيني. ايش فيكي بنفسها؟ لازم نعصب عليك شيء عشان تحسين. حتى هابي بيرثدي ما قلتي لي ولا شيء، ما كتبتي لي. اعرف ان حالة مشغوله وتصوير وكذي كذي، فما ازعل منها كلش ولا شيء في خاطري عنها نهائيا، انا وايد احبها وايد اعزها. Happy birthday to you, ya walad. Happy birthday to you, ya walad. Happy birthday to Lamia. Happy birthday. نعم. هلا أنت. Happy حبيبتي. Happy birthday Lamia. شنو هاي؟ ود ميلانو تعمش قاعد احبه حبيبتي في ديت الطولي وما حصلته. او ماي جاد احمر شفاف. لما عطيتها الهدايا بين عليها ايش كثر استانست وكانت متفاجئة اني اعرف ذوقها. امي عشقي. وهذا شنو؟ انت لا اليوم دلعتني انت. انا اقول لا انت تصدميني اليوم. أشوف لا انتي انتي لازم اطير اطير لك. مشكورة حبيبتي. يلا تسلمي. هديتك والله. يلا باي باي. خير حبيبتي. الاغراض بتطيرين؟ اي خلاص الحين حبيبتي والله. ما كنت متوقعة ابدا، كنت متفاجئة وحبيت اشكرك طبعا على هالمفاجاه الحلوه واحبك وايد حلا. والله خليك لي. والله مشكوره حدي حدي مستاهله حبيبتي. حاضرين يعني. سمعي باكر بروح سينما مع ربعتي. شوفي للامانه بقدر والله. سمعي خليني اقول لك ليش زين. خلنا انا ما اقدر اي لان عندي سفر. سمحي لي حبي. ام سوري. مره ثانيه بتين ان شاء الله. وعديني وعد. كنت أتمنى أن أكون مع البنات في الطلعة بس عندي التزامات لازم أسويها. To be honest, I love being on stage.